دلوقتي لو في حد عايز يساعد ويشارك معاكي، ايه الخطوات اللي المفروض يعملها؟ بصي، انا الناس بتبعت لي كتير عايزه تشارك، في عايز يشارك بالمجهود، يتطوع كده بالمجهود، بس المجهود اللي هو يجي يساعد، يجي وقت يساعد مثلا ما بتلفي تحضير الوجبه بقى، في تحضير الاكل وتعبئه الاكل والكلام ده وتوزيع الاكل، ده كتير. وفي ناس عايزه تساعد ماديا، بس انا برفض الماديات بصراحه، لاني انت بتخليهم يشتروا الحاجه نفسها وانت بتعمليها. انا دايما اقول انا مش مؤسسه ولا جمعيه خيريه عشان اقبل تبرعات، فهتولي المكونات سهلوها عليا، هتولي المكونات وانا اعملها. ففي ناس بتبقى عايزه تتبرع بمكونات، وفي ناس بتبقى عايزه تتبرع بفلوس، وفي ناس بتبقى عايزه تتبرع بمجهود. ففي ناس كتيره بصراحه عايزه تساعد وعايزه تعمل، وفي ناس بتعمل بقى بنفسها خلاص، يعني طبعا عرفت بقى الخطوات وعايشه حياتها، يقولوا لي بس قولي لنا ننزل فين، نوزع فين، يعني احنا عملنا نوزع بقى فين. فدول كلهم انت مثلا لو بعتولك بتقول لهم نفس حاجه، يعني انت هتبعثي الحاجه اللي احنا هنعملها الاكل، او هتساعدني في ان احنا نوضب الوجبات نفسها وتقفلها او التوزيع. بالظبط بالظبط، هاتولي مكونات وانا هعملها لكم.